نحن اليوم في ياروا فيكن يلي صاير مشهور كتير وهو مكان للقاء الناس مع الأحزاب والمؤسسات مع وجود العديد من اللقاءات الفنية والثقافية والسياسية. ياروا فيكن بلش اليوم وحيكفي حتى الأول من يوني. شو اللي بيخليك تجي على ياروا فيكن؟ ياروا فيكن حلوة كتير من ناحية الأنشطة الموجودة فيها وكأساس للديمقراطية، يعني هي من أكبر المجمعات الديمقراطية هون بسويد، ويعني حلو الواحد كتير أنه يعبر عن رأيه، يشارك بالديمقراطية، يجي تستمتع بالأجواء الموجودة كمان هون. هلا بحس انه في كثير يعني اشياء تسويها هون، في كثير اشياء وناس وتحكي معهم وتتعرفي عن ناس جداد، بيقولوا كونتاكتر انه فونيا كونتاكتر، وكانه شخص ممكن يكون كويس انه اتعلم انه من اشخاص انه مثلا هني ليش جايين لهون، شو فور ريبريزنتير دم مثلا هذوك يفاير دم هيك. انا بلاقي مثلا طرق جديده، مثلا فري تيتس انترسن مثلا هاو نور شوبينغ او هاو بس ستوكهولم دو كان ياليكسوم غوتي دم، وفيني اروح لعندهم واتعلم منهم. هلا نحن جايين مع الفانس اونغ دومار وفانس مامور. كتير يعني الـ في كتير أشياء، في كتير فارتون، في كتير ديمقراطية هون، في كتير هودي هو كل السوسيال ديمقراطية، كل الأحزاب هون موجودين، فواحد فيه يروح يحكي معهم يشوف آراءهم ويشوف كيف تفكير الآخرين. ونحن هون مع فانس اونغ دومار عم نورجي كمان، عم نعمل منورجي إنه نحن كمان يعني اونغ دومار عندهم رست، عندهم تفكير يعني غير تفكير الثانيين، انه احنا حتى السبيشالت او الايماندر لونغدوم الايماندر في كثير عالم منهم ما بيعرفوا مثلا بالديمقراطيه وهيك وما تعلموا، فنحن نحاول نورجيهم ونشوف يعني نورجي العالم انه نحن موجودين. يعني شو اكثر شيء لافت بالنسبه لك بياروا فيكن؟ اكثر شيء هون الموجود الالعاب هون التسليه، يعني في سكيت بورد طابي هناك عم يلعبوا، يعني نشاطات حلوه موجوده. كمان السياسيين اللي بيجوا هون بيحكوا، واحد بيسمع بيشارك بالديمقراطية بطريقة حلوة كمان. لإلي أول مرة هون أنا، بس كتير كتير يعني جيد جدا، كتير حلو، وفي كتير يعني مثل ما واحد يتعلم على يتعرف على غير كوميونير وعلى غير يعني غير عالم، وواحد يحكي على حاله على كوميون تبعه على شغله، وواحد يتعرف على بعض. شكرا تودي.